بهدف تنظيم الأسواق وضبط الأسعار مع الحرص على توفير مختلف المنتجات الاستهلاكية، تم تنظيم سوق رمضان بولاية سمسيلت، حيث عرف السوق توافدا كبيرا للمواطنين لاقتناء حاجياتهم المختلفة. محمد سعيد أوراغي رصد التالي. على حسب ما شفت أنا الأسعار راهي في متناول الجميع، والحمد لله أن الدولة دالت التفاتة المواطن القليل والأسعار راهي منخفضة. السوام إن شاء الله بربي تقعد كيما هاك، ما يخربوا فيها، ما يطلعوا فيها، ما ينقصوا فيها. الحمل تاع الغنمي والجيت رانا شارينو بالجملة بسومة الجملة، نبيعوا فيه بسومة الجملة. البري تاع الحم ب 160 والجاج 39 جملة، أنا نبيعو فيه ب 39 جملة. جابونا لهنا نخدمو، قال لك أودي خدم ساعد المواطن، رانا مساعدي المواطن كيما ساعدونا هما، كثر خيرهم عاطينا بلايص، عاطينا تليسينتي، ماهم خالصين علينا ما والو. راه كاين كلش متوفر لهنا، السلع متوفرة، كاين الزيت، كاين السميد، الحمد لله يا ربي المواطن راه متلاقي سهولة.